بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رايحين نصنع خلط السماد طبيعية. هاي الخلطة قوية جدا للأشجار والنباتات. طبعا الخلطة هي مكونة من الخميرة، هاي الخميرة، سماد الخميرة. في ناس بس بتستخدم سماد الخميرة، عبارة عن خميرة والسكر. طبعا السكر عمله هو تنشيط البكتيريا في الخميرة. وعنا هيوميك أسيد، وعنا حديد ونحاس. هاي بودرة، هاي نترات الحديد والزنك. طبعا أول شيء راحين نصنع سماد الخميرة لوحده، نتعلم كيف صناعة سماد الخميرة. طبعا هاي 500 غرام، 500 غرام بنحطها في 5 لتر، هاي جالون 5 لتر. طبعا بنضيف عليها سكر بنفس الوزن، يعني حطينا هاي نص كيلو، بنحط نص كيلو سكر بنضيفه معه. طبعا نقوم بإضافة السكر، خمس كاسات سكر أو 6 كاسات، يعني أي بمعادل بحدود 300 إلى 400 غرام سكر، أو حد أقصى إلى نص كيلو سكر. نقوم بسكب الماء، لازم الماء يكون دافئ، ما بصير بارد عشان سرعة التخمر. طبعا بعد ما رجينا العبوة بشكل جيد بنعيفها بحدود من 2 إلى 3 ساعات. السلام عليكم. طبعا رجعنا بعد ما اختمرت والغازات تقريبا من الخميرة طلعت، فبنضع الخميرة في خزان التسميد. هذا خزان التسميد اللي نحن راحين نسمد فيه السجر. هذا الخزان تقريبا من 30 لتر إلى 40 لتر. طبعا نحن حطينا بحدود 15 لتر خميرة، 15 لتر خميرة. هاي الخميرة تقريبا تفاعل وقف، بعد ما يوقف التفاعل يعني نحن بإمكاننا الآن نستخدم تسميد. فنحن الآن بنضيف مثل ما تحدثنا هاي الحديد والزنك. نحن بنضيف لكل 5 لتر خميرة بنضيف له كاستين، مثل هاي الكاسة بنضيف كاستين لكل 5 لتر، يعني نحن في 15 لتر بنضيف 6 كاسات في خزان التسميد هذا. طبعا هاي الكاسة السادسة، هيك نحن اضفنا الان 6 كاسات لخزان التسميد مع الخميرة. طبعا الحديد والزنك هم العناصر الصغرى، ولكن له اهمية كبيرة للنبات، خاصة في عز عنا عنب، فالعنب خاصة بحاجة الى كميات كبيرة من الحديد. بعد ما حطينا نحن الحديد والزنك بنضيف الهيوميك اسيد. الهيوميك اسيد تحدثنا عنه من قبل في الحلقات السابقة، أهمية الهيوميك أسيد وشرحنا على الهيوميك أسيد. منضيف لكل 5 لتر خميرة منضيف لتر هيوميك أسيد. هاي الهيوميك أسيد، طبعا الهيوميك أسيد كمان هو سماد طبيعي مستخرج من المناجم، له فوائد كثيرة تحدثنا عنها. طبعا بعد ما ضفنا الهيوميك أسيد والحديد والخميرة نقوم بتحريك المزيج بشكل جيد لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة من التحريك. طبعا يا جماعة هاي الكمية بتكفي هكتار إلى الهكتار ونص من الأشجار. إذا كنت زارع أنا مساحة هكتار إلى الهكتار ونص، هاي بتكفي لمساحة هكتار ونص من الأشجار، يعني بحدود بما يقارب 700 إلى 600 شجرة تقريبا، أو أكثر، يعني ممكن إلى 1000 شجرة إذا كانت من عمر سنة، كفي هاي الكمية إلى 1000 شجرة. طبعا إذا كان عندي محصول زراعي كمان بصل للمحاصيل، الذرة، القمح، أي محاصيل
زراعية من الخضار بتصير هي الخلطة، خلطة كتير منشطة، تعطي خضار زائد في الأوراق، تعطيني نمو، بتقوي في الجذور، استطالة، يعني لها فوائد كثيرة. ممكن هاي الخلطة استخدمها كل شهر مرة للنباتات، حتى انه هاي تستخدم للأشجار المثمرة عند الإثمار، هاي بتقوي الثمار، بتعطيها لون، لون الثمار بتعطي اللون الحقيقي للثمار. يعني لو انا عندي تفاح احمر فراح يعطيني لون احمر داكن للثمار. هاي بعد ما نحن خلصنا الخلطة هيك وصارت جاهزة الخلطة، فنحن بإمكاننا الآن نقوم بتشغيل خزان التسميد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.